بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور سيد سعودي، استشاري أمراض البطنة والسكر والغدد بمستشفى وادي النيل. بكلم المرضى بتوع السكر الأول وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. بالنسبة لمريض السكر خلال شهر رمضان، أحب بس أنوه له على 3 نقط: نمرة 1 من ناحية الرياضة، نمرة 2 من ناحية التغذية، نمرة 3 من ناحية التزامه بالعلاج خلال شهر رمضان. النقطة الأولانية بالنسبة للرياضة، أنوه لمريض السكر الرياضة كل الناس واخد اعتقاد أنه هو بيعملها قبل الفطار. بالنسبة لمريض السكر قبل الفطار دي فيها شيء من الخطورة عليه، لأنها ممكن تنزل لي معدلات السكر وتدخلني في غيبوبة سكرية. نفضل أن الرياضة تكون في الصبح بدري بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة التراويح، تبقى مستحبة. وفي الحالة ديك ياريت قبل ما يعمل الرياضة، لو كان بعد صلاة التراويح، يكون ياخد حاجة فيها ألياف زي تفاحية كده، على أساس تمده بالطاقة، ما ينزلش معدلات السكر بتاعته عن المعدل الطبيعي. والرياضة برضو هتكون في رمضان، الرياضات الخفيفة اللي هي مجرد رياضة المشي كده من ربع ساعة لنص ساعة، ده يبقى كافي جدا لمريض السكر. بالنسبة للتغذية، ننوه برضو ان خلال شهر رمضان مريض السكر لازم ياخد باله من الاكلات السكرية والحلويات بتاعت شهر رمضان، يعني ياكل بكميات قليلة وتبقى على فترات، مش كل يوم، يعني مثلا تبقى كل يومين 3، واليوم اللي ياكل فيه حاجة حلويات ياريت لو نزل مشي شوية نص ساعة بعد الفطار، يساعدني في عملية الحرق. برضو اخد بالي من الاكلات الدسمة والاكلات اللي هي عالية الدهون، عشان دي في رمضان دي بتضر مريض السكر، بترفع لي معدلات السكر عنده. وانصحه برضو ان هو بعد اذان المغرب ياريت ياخد حاجة خفيفة يفطر عليها، وبعدين يقوم يصلي، وبعدين يكمل اكله. وبرضو انوه ان وجبة الفطار ياريت اقسمها الى 2/3 و1/3، التلتين اخدهم وقت اذان المغرب، وبعدين التلت اللي فاضل اخده على الساعة 9:10 بعد صلاة التراويح، يبقى قسمت الفطار على وجبتين. واخر السحور لاخر لحظة قبل اذان الفجر، عشان اقلل بقدر الامكان معدلات هبوط السكر في المريض بتاع السكر. بالنسبة للعلاج بتاع السكر، نمرة 1 بنقسمهم الى جزئين: مريض السكر اللي بياخد اقراص، ودوك انصحه ان هو قبل رمضان باسبوعين يراجع الدكتور بتاعه عشان يعدل له الجرعات، ويشوف يكتب له الادويه اللي هي بتعتمد على حساسيه الدواء للجلوكوز، عشان ما يحصلوش هبوط في خلال شهر رمضان. اما العيان اللي هو بالنسبه للانسولين، فدوك ده عيان مهم بالنسبه لنا. اولا بالنسبه لمرضى الانسولين، المفروض هم ليهم رخصه ان هم يفطروا، لكن بعض المرضى بيصر ان هو يصوم، فبنقول له والله لازم بنعمل تحليل في خلال النهار 3-4 مرات. لو عملت تحليل في اي لحظه في خلال رمضان، نهار رمضان، ولقيت السكر بتاعك فوق 300 او تحت 70، لازم تفطر فورا. بالنسبه للمرضى اللي هم بياخدوا اكتر من نوع انسولين، يا ريت يراجع الدكتور بتاعه عشان ينظم له الجرعات ويقلل له الجرعات ويكتب له انواع انسولين ما تعملوش هبوط. بقدر الامكان برضو لازم العيان ياخد باله من الاكلات اللي هي فيها الاملاح الكتيره، لان دي بتساعد على ارتفاع الضغط فبتضر المريض. وانصحه ان هو برضو يلتزم بالتعليمات بتاعه الدكتور بتاعه. وكل سنه وانتم طيبين ومتشكرين.